اليوم لدينا التجربة الثامنة قاعدة الأطوار والسواد ذات التمازج المحدود. نأتي بفينول ونقوم بوضعه في هذا الأنبوب، ثم نأتي بحمام مائي ونضع هذا الأنبوب ضمن الحمام المائي ونأخذ ميزان حرارة نسجل درجة انصهار الفينول ضمن الحمام المائي. الآن نقوم بوضع الفينول داخل الأنبوب. يعطي 4 جرام طبعا من الفينول، الكمية 4 جرام. الآن سنضع الفينول مع الأنبوب داخل الحمام المائي. نضع ميزان الحرارة داخل هذا الأنبوب. نضع الأنبوب وميزان الحرارة ضمن الفينول داخل الحمام المائي. وننتظر حتى ينصهر الفينول التالين ونسجل درجة انصهاره وفق الجدول التالي. كما لاحظنا انصهر الفينول بعد 45، بعد أن وصل إلى 45 درجة مئوية. الآن سوف نخرج من الحمام المائي وننتظر مدة زمنية حتى يعود ويتعكر هذا الفينول ونسجل درجة عدم التجانس. بعد أن أخرج من الحمام المائي يتعكر هذا المزيج عندما هبط درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية. إذن الفرق هو 3 درجات مئوية بين الانصهار وعودة التعكر. الآن سوف نقوم بإضافة 2 ملي لتر من الماء ونعود ونضعها على الحمام المائي ونرى درجة الانصهار. فأصبحت لدينا الدرجة الوسطى هي 43.5. كما لاحظنا انصهر المزيج بعد 46 درجة مئوية. بعد أن سحبناه من الحمام المائي عاد وتعكر بعد حتى نزل درجة الحرارة إلى 44 درجة مئوية، فكان التجانس هو 46 وعدم التجانس هو 44 والوسطى كانت 45. الآن سوف نقوم بإضافة 1 ملل من الماء ونعود ونضعه في الحمام المائي ونرى كم سيستهلك، كم سيبقى حتى يعود ويتجانس. كما لاحظنا تعكر تجانس المزيج عند الدرجة 52 مئوية، وعندما سحبناه من الحمام المائي عاد وتعكر عندما هبطت درجة الحرارة إلى 51 درجة مئوية، أي الفارق هو 1 درجة مئوية وكانت الدرجة الوسطى هي 51.5 درجة مئوية. الآن سوف نقوم بإضافة أيضا 1 ملي من الماء ونعود ونضعه في الحمام المائي ونرى كم سيبقى حتى يتجانس. كما لاحظ الطلاب يقومون بإضافة الماء حتى يضعوه في الحمام المائي. سوف نقوم بإشعال الموقد ونضع هذا المزيج من الفينول والماء داخل الحمام المائي. حط يا عبد الوهاب يلا. كما لاحظ تجانس المحلول بعد أن وصل درجة الحرارة إلى 55 درجة مئوية وعاد وتعكر بعد أن نزلت درجة الحرارة إلى 44 درجة مئوية، 54 درجة مئوية، أي الفارق هو درجة واحدة وكان المتوسط هو 54.5 درجة مئوية. الآن سوف نقوم بإضافة 2 ملي ماء ونعود ونعيد التجربة مرة أخرى. سوف نبقى نكرر التجربة حتى الوصول إلى 36 ملي من الماء. نضيف في كل مرة مثلا هنا نكمل من 2 حتى 3 ملي ماء. نبقى نضيف الماء حتى يصل لدينا الماء من الأنبوب إلى 36 ملي من الماء ونكرر التجربة ونسجل درجة التجانس الزائد عددها للدرجة الوسطى. وهذه كانت تجربة.